القضية علشان برضو احنا شفنا ان ملف سد النهضة والمياه كان حاضر أكيد. بقوة وبشدة في هذا الامر، واعتقد ان كمان رسائل الرئيس عبد الفتاح السيسي كانت واضحة تجاه هذا الامر، وزي ما حضرتك قلت ان ما كانش الفكرة توصيل هذه الرسائل لمجموعة الفيش جراد فقط، ولكن كانت ل يعني توضيح الامر للرأي العام في الاتحاد الأوروبي ككل. هذا الملف تحديدا والمكاسب اللي ممكن تكون حصلت عليها مصر في وجود سيادته في هذه القمة، يمكن الدولة المصرية بتسعى لي يعني إعلام المجتمع الدولي بحقيقة قضية صد النهضة في ظل مروغة أثيوبية في الحقيقة بتحاول طوال الوقت تشويه الواقع، تزييف الحقائق، يعني طوال الوقت المنابر حتى الإعلامية الأثيوبية تتحدث بشكل مغلوط عن واقع قضية صد النهضة ودون حقائق، وفكرة اللعب على المشاعر، يعني حتى الخطاب اللي ألقوه في الأمم المتحدة هو كان يعني ده خارج الدبلوماسيه تماما، يعني لا يتعلق حتى هو يعني لم يستعين بوزاره الخارجيه اثناء يعني القاء خطاب مجلس الامن، واستعان بوزير الري، ده لعدم ادراكه بحقيقه القضيه. نحن نتحدث دبلوماسيا عن ايجاد حل قانوني سياسي وليس حل فني. صحيح. فلماذا ذهب وزير الري الى مجلس الامن؟ يعني يعني حتى اختياره لمسؤوليه يدل انه ليست لديه النوايا الصادقه لايجاد حل حقيقي. والرئيس لمس نقطه مهمه قوي كمان وهو قالها تحديدا، قال النوايا الاثيوبيه طيب، وهم بيقولوا ان احنا لن نضر بالمياه ولا بحصه مصر ولا السودان، خلاص دعونا نضع ذلك في اطار قانوني ملزم. هقول لحضرتك على حاجه، مصر لديها رؤيه واضحه في هذا الملف، ان الاتفاقيات هي النهج الحقيقي لارساء المبادئ والاتفاقيات، يعني صحيح. النوايا الطيبه وحدها لا تصنع علاقات جيده. صحيح. يعني ما ينفعش دلوقتي احنا رايحين نتكلم مع المجر وعاوزين نعمل علاقات، اكيد بنمضي اتفاقيات اقتصاديه، بنمضي اتفاقيات تعاون، هناك اطرق قانونيه للعلاقات الدوليه. العلاقات الدوليه ليست علاقات شفهيه. صحيح. لكنها علاقات مكتوبه ولها منصات دوليه ومنصات اقليميه ولها اطر للعمل وتشريعات دوليه، وبالتالي اثيوبيا تريد العمل خارج هذا الاطار القانوني، تريد العمل باطار جهوي او يعني قبائلي، يعني هنتفق مع بعض كده ونتكلم وخلاص، انا مش هاذيك وانت مش تاذيني والسلام عليكم وخلاص. ما ينفعش، في حاجه اسمها دولتين بيتكلموا مع بعض، لازم يبقى فيه اتفاق قانوني ملزم. ما يدير اثيوبيا في هذا الامر علامه استفهام كبيره، وبالتالي مصر من خلال سياده الرئيس بيطرح امام المجتمع الاوروبي ان مصر اتخذت خطوات جاده في هذا الامر، سواء عبر المفاوضات الثنائيه او الثلاثيه او حتى عبر المشاورات مع الولايات المتحده الامريكيه والبنك الدولي او حتى من خلال مجلس الامن، وايضا استنادا للبيان الرئاسي من مجلس الامن الرئيس الان يتحدث ان مصر اتخذت كافه السبل الدبلوماسيه لايجاد حل حقيقي لضمان حق مصر الوجودي في قضيه سد النهضه. واعتقد ان حرص القياده السياسيه على طرح هذا الملف في كافة اللقاءات أو في كافة الملتقيات الدولية هو نابع من يقين الدولة المصرية أن هذه القضية قضية وجودية، ومصر لن تفرط في حقها المصيري في مياه النيل. بس كمان أستاذ جمال، هو يعني سيادته كمان يتحدث احنا مش هنسيب حصة مصر من المياه ومش هنفرط فيها، بس إلى جانب ده مصر اتخذت إجراءات كثيرة من أجل الحفاظ على المياه، وفكرة تغيير برضو وجهة النظر العالمية أن مصر بتهدر المياه، أنها بتستخدمها استخدام غير رشيد، كمان بالأرقام سيادته تحدث عن هذا الأمر في الملف ده تحديدا. ده مهم. وبعد كده في نقطة، ان مش احنا معنى ان الدوله بتعمل مجهودات لتحليه مياه البحر او لمعالجه مياه الصرف ان احنا بنستغنى عن مياه النيل. صحيح. لان دي نقطه في غايه الاهميه. هناك فرق كبير جدا ان احنا في مرحله اساسا شح مائي، وحتى مواردنا من المياه الاتيه من نهر النيل لا تكفي عدد السكان، ولدينا زياده سكانيه ضخمه جدا بمعدل 2% كل عام، وبالتالي مواردنا من المياه محدوده، وعلينا ان نطور الموجود الان ونعظم الاستفاده منه، وبالتالي مصر تقوم بهذه المشروعات لتعظيم الاستفاده من الموارد الحاليه لمياه النيل وايضا مياه البحار لا للاستغناء عنها، وبالتالي هذه نقطه مهمه وايضا تدل على رؤيه مصر التنمويه في استغلال مواردها. مصر في الحقيقه لديها رؤيه شامله لها علاقه باستخدام او اعاده تدوير المياه واستخدامها، وايضا استخدام الطاقه النظيفه، وحتى وجهه نظر يعني اكثر من رائعه في فكره حتى التغيرات المناخيه والعداله. صحيح. في توزيع هذه التبعات وغيرها. شفنا الرئيس حتى بيشارك في قمه التنوع البلجي مؤخرا، وبالتالي مصر منفتحه حتى على التطور في هذه المجالات، وهذا امر يحسب للدوله المصريه.